الى وزناجي. وزناجي في هذه الكره على الجهه اليمنى مفتاح، ما فيش وضعيه تسلل. مفتاح ماذا يفعل؟ ربما والهدف الاول. تبادل كروي ذكي جدا وناجح بين مفتاح واوزناجي. وزناجي في المكان المناسب يتمكن من افتتاح باب التسجيل بطريقه ذكيه وذكيه جدا. بعد مرور 42 دقيقه من المرحله الاولى، شوف قطع مسار الكرة وحوله إلى الشباك، وهدف أول لصالح شبيبة القبائل في هذه الدقيقة 43 من المرحلة الأولى لصالح شبيبة القبائل. بابوش يفتح هذه الكرة، هدف التعادل. هدف التعادل لفريق مرابية الجزائر بواسطة عمرون من كرة كانت وراء المدافعين، مدافعي شبيبة القبائل. شوف اللقطة مرة أخرى، خروج عمرون في وضعية مناسبة. صدام في استقبال هذه الكرة، من هناك ما فيش وضعية تسلل بالنسبة لعمرون، ثم بومشرى. الهدف الثاني، الهدف الثاني لسليم بومشرى. عمرون هو الذي صنع الهدف الثاني، عمرون يصنع الهدف الثاني. تمريرة ممتازة لسليم بومشرى. شوف اللقطة المعادة، بومشرى بالكتف إلى سليم بومشرى، أو عمرون قلت بالكتف إلى سليم بومشرى، وقف كورته ويسدد في الزاوية. إذن فعلا هي آخر لقطة ونهاية المباراة بتفوق فريق بريمير ماتش تاعي مع الفريق، وبريمير كونفوكاسيون تاعي سجلت أول هدف تاعي. بون الحمد لله، نتأسف كثير على الجمهور هذاك اللي صارت الحادثة هذا. هذيك هي الحاجة اللي خلاتنا تما شغل انكوراجاتنا باش نزيدوا نأمنوا من نفوسنا، والحمد لله ان شاء الله مع الياس ما زيدوا. مقابل عشنا ضغط كبير بطيله الاسبوع، اللي ما كانت عندنا امور سهله. كنا داخلين المقابله باش ندو 3 بوان ان شاء الله. بريمير ميتو كنا خايفين شويه، الضغط كان علينا بزاف، على بينا ما ظهرناش في الامكانيات كاع كامل تاعنا.